السلام عليكم الإخوان، اليوم غادي ندير معكم واحد الفيديو على قبل التريدين. بزاف ديال الناس عندهم مشكلة في التريدين وطلبونا في لي كومونتير باش ندير لهم واحد الفورماسيون، وحاليا دابا الفورماسيون بديناها البارح في الديسكورد ديالنا. وهاد الفورماسيون هادي غادي المدة ديالها غادي تكون سيمانة، وفيها بزاف ديال الحوايج، مثلا طرق تحديد المستويات الدعم والمقاومة، المؤشرات الفنية، استراتيجيات ديال سكالبين، يعني بزاف ديال لي فورماسيون. وكل نهار مع 11 الليل كنبداو هاد الفورماسيون هادي عندنا في الديسكور. من الاحسن انكم تكونوا حاضرين في الديسكور، بزاف ديال الدراري كيكونوا حاضرين معنا. كاين واحد الاستاذ هو اللي كيشرح لنا هادشي، غتشوفوه دابا معنا، سميتو ستار دومين، وهو بروفيسيونيل في الدومين هذا ديال التريدين، مده طويله هو خدام فيه. اللي عنده شي اسئله يخليهم عندنا في الكومنتير، ولا يجي عندنا الديسكور ومرحبا به. ونتمنى هاد الفورماسيون هادي تعاون لكم واحد شويه في هاد الدومين هذا، وشكرا. ليك رايك؟ اوكي، دابا عندنا تريدين فيو. قلنا الكور ديالنا اليوم هو المؤشرات الفنيه، واضح ياك؟ المؤشرات الفنيه على زانديكاتور نحاولوا نخدموا بهم. هذوك زانديكاتور شنو هما؟ هاد زانديكاتور اللي هما مؤشرات داعمه، يعني كتعاونني باش نعرف تراكيات السعر. هاد المؤشرات الفنيه كتنقسم ثلاثه مؤشرات. مؤشرات طوندي نجبد واحد داك هنايا، يعني كاين ثلاثه مؤشرات. كاين مؤشرات ديال الاتجاه، يعني الترند، واضح؟ كاين المؤشرات ديال الاتجاه، منهم مؤشرات ديال الاتجاه اللي كاين منهم تقريبا بحال الاريس اي، ستوكاستيك، المات دي، الان اف اي، هادو كاع ديال الاتجاه. وكاين مؤشرات ديال الزخم ديال الميمونتا انديكاتور، بحال الرايس اي والماكدي وستوكاستيك، وعفوا المؤشرات ديال الاتجاه بحال الام ا، بحال الاي ام ا، الاس ام ا، غادي نشوفهم كاملين. وكاين مؤشرات اخرين ديال السيوله، ديال الحجم التداول، يعني ديال الفولاتيليتي. غادي نشوفوا كل المؤشرات، كل الانواع ديال المؤشرات على حده. نبداو بالمؤشرات ديال الاتجاه. وقيلا ستريم عندك بلوك يمكن. عندي انا؟ لا كيتحرك الاتجاه. لا انا بلوكي، انا حابس. صافي. لا ما بلوكي شوف. نبداو باول مؤشر اللي واضح واللي سهل اللي خاص كلشي يكون يعرفه، هو مؤشر ديال الفوليوم. واضح؟ يعني حجم ديال التداول. كتعرف اتجاه السوق فين غايب. مثلا دابا حنا عندنا هنا البلاتفورم ديال تريدين فيو، نمشيو للانديكاتور غادي نجبدو الفوليوم، هو الفوليوم، نجبدو الفوليوم، شوف هو طاحنا لتحت. يمكن لي نديرو هكا ونجرو هذا من بعد شوية، كيبان لكم دابا مزيان ياك؟ يس. نكبرو هذا الشارت هذا ديال الفوليوم باش يبان. لاحظوا معي، شوفوا معي دابا شارط اش وقع عليه. شوفوا هنا لا خدينا سي بون، شوف هنايا اخدوا هاد البيت باش هذا ماشي مشكل. شوفوا معايا هنا بالنسبه للحجم ديال التداول، لاحظوا معايا هنا من هنا لهنا، شوف معايا مزيان من هاد القرات هادي، القرات هذه، لاحظوا هنا حجم الفوليوم اش واقع عليه، الحجم كيتزاد، يعني كاين هناك سيوله، يعني كاين تداول، كاين البيع والشراء، او السوق هابط، شفتوا؟ يعني راه ماشي كتسحبوا ان الحجم ملي كيبان الحجم، هاد الشمعات اللي طالعين، هاد الهيستوغرام اللي طالع حمر وخضر، ما عندوش علاقات بالشمعات حمرين ولا خضرين، بين نزول وهبوط، لا. خصنا نعرفوا ان ملي كيكون جاي هاد الشمعه اللي كتكون كبيره، هذه اللي كبر منها، هذه اللي اقل منها خضراء، ديال حدا حمراء وهكذا. يعني غير نعرفوا ملي ذاك الطول ديال الشمعه كيتزاد، كنعرفوا بان الفوليوم تيتزاد. الوقت فاش
الفوليوم تنقص الحجم ديال الحجم ديال التداول كينقص السعر كيهبط يعني سواء اما يهبط ولا يتزاد على حجم هذوك على هذوك الاطوال هذوك الاطوال كنشوفهم الا بداو كينقصوا نعرف راه حجم التداول بدا كينقص شوفوا هنا في هذا في هذا الشاط هنا شوفوا هنا في هذه المشكله الصغيره نشوفوا في هذا البارتي هنا شوف هذا البارتي هنا شوف هذا البارتي هنا هذا البارتي هنا كيبان لكم هنا غاديين وكيطلعوا كيكبروا يعني حجم التداول كذا كيتزاد ها هو فعلا حتى السوق صاعد لاحظوا هنا حجم التداول زيد شوف الطول ديالهم الطول بدا كينقص بدا كينقص حجم التداول الشرط بدا كينزل لاحظوا هنا ملي كيكون تقريبا طول مقاد مشى في واحد الرانج شفتوه لاحظوا هنا السوق بقى كيتذبذب وهكذا بالنسبة دائما لاحظوا شوفوا هنا في هذه الحالة من هنا شوفوا هنا في هذا المثال هنا شوف هنا في هذه الحالة على قيمة لاحظوا هنا شوف لاحظوا الشكل من أعلى قيمة لأدنى قيمة لاحظوا هنا لا هو ثاني نزل السوق وهكذا على حساب الفوليوم كاين هنا لاحظوا من هذه البلاصة لهذه البلاصة كاين تصاعد شوف ها هو كاين تصاعد دائما فيما كان شي تصاعد كنلقى كاينين هاد القضبان هاد الانستغرام كيبدا كينقص الطول ديالو عرف راه الفوليوم بدا كينقص هذا كيعطيك اشاره ديال حجم هجوم التداول في هاد العمله واحد الوقت معين واحد الظرفيه زمنيه كتظن واضح بالنسبه للفوليوم ياك هذا بالنسبه للفوليوم ندوزو للشارت الاخر اللي هضرنا عليه الانديكاتور الاخر اللي هضرنا عليه وهو المؤشر ديال المؤشر المتوسط المتحرك ام ممكن دوي تكون باه موفين افيراج نحيدو هاد ديال الفوليوم لان هنا هاد تريدين فيو راه ما كيكون مع تريال ما تيعطيكش بزاف ديال الانديكاتور نشوفو الام الموفين افيراج هذا سامبل هذا موفين افيراج هذا شتو هو باغ ديفو كيكون هنا اللي دخلنا الكونفيغوراسيون ديالو كنلقاو الا هاد يعني هاد الكلاوز اش كتعني لينا الكلاوز يعني على يعني على معدل حركه اغلاق اغلاق اليوم كيعطينا هاد السعر هذا على حساب هاد النسبه اللي عندنا لاحظوا هنا السعود الا غيرنا هادي مثلا درنا هنا 100 لاحظوا شي اش كيوقع ليه كيولي شويه بعيد من الشارط كل ما صغرناه كيولي لاصق في الشارط درنا هنا مثلا 10 كل ما لصقنا صغرنا كيولي لاصق في الشارط بزاف يعني شنو كيعطينا هاد ام هاد ام هو مؤشر كيقيس لنا متوسط حركه السعر خلال فتره زمنيه معينه يعني كيعطي معدل الاغلاقات ديال الايام متوسط الاغلاق ديال الايام على مجموع عدد الايام وغالبا كياخذوا مثلا في 14 يوم مثلا غالبا كياخذوا في بشكل ديف باغ ديفو كياخذوا في 14 يوم مدة 14 يوم باغ ديفو كيكون في البلاتفورم هكا اغلاق في 14 يوم مدة زمنية باغ ديفو كيكون الفو كتجبدو من الشاط يعطيك باغ ديفو بحال هكا حنا يمكن لينا نعدلو فيه هذاك التعديل كيجي كيعطونا جوج المؤشرات سامبل موفين افيراج اللي هو الاس ام ا والاكس اكسبونونشيال موفين افريج اللي هو الاو ام ا هذا المؤشرات هذا هذا الاو ام ا شوف هذا ام هذا موفين افريج اكسبونونشيال الفرونسيال هذا الاو ام ا هو الام ام معدل كيوقع لي هذا الام ا غير هو كيولي سريع تابع للسعر لاصق في الكورب وبالنسبه للاس ام ا كيكون بعيد شويه من الكورب يعني كيتعطل الاشارات كيعطينا شويه معطل الاخر كيعطينا اشارات في بلاصه لاحظوا مثلا هنا غادي نحيدوا هذاك الام ا داك وغنديروا ها هو دابا درنا الام ا غنحاول نجيب واحد اخر اللي هو الاس ام ا ها هو الاس ام ا الاس ام ا فين هو وهذا ماشي هو هذا
ال SMA ماشي مشكلة، إذا غنديرو غير غنديرو غير إم أو نعدلو سامبل موفين أفيراج. واش هو داك سموش موفين أفيراج؟ هذا سموتد تماما هو هذا الموفين سموتد. معايا هنا بالنسبة للشرط دابا منيش نلاحظوا هذا الموف هذا هو الاس ام، ولكن هذا الاس ام ام ا ماشي هو الاس ام، ماشي هو الاس ام ا. المشكل اللي كاين في 3 دي فيو حيت كيكون تريال ما تيعطيكش انت يعطيك ذاك الشيء بزاف نور كيعطيك ذاك الشيء بزاف نشوفو البينونس هنايا للأسف سامبل ماشي مشكل ماشي مشكل ناخدو غير هاد الام او هل ترى أن الدفع كونفيجراسيون ده الدفع كونفيجراسيون واحد إم آ هذا أن بتغير في الكونفيجراسيون ده قلنا هذا درنا ليه نف ياك واحد غنديرو ليه مثلا 50 ده هو الأساس تحطم الاساسي هو تفهموا هذا شنو الدور ديالها هذا اللي كيكون لاصق في لاصق في البرايس شتو هذا اللي كيكون لاصق في السعر لاصق في البرايس هذا كيكون سريع هذا اش كيوقع عليه هذا كيكون قريب السعر يعني كيتفاعل مع السكر بالسعر بشكل اكبر يعني كيكشف الانقلابات مبكره للسعر اذا كان السعر بغيت يكشف بالزربه تيقول لنا راه بحال مثلا ملي كنديروا شي سكريبت وكنعتمدوا هذا المؤشر اللي كيدير لك ديال بحال في داك البوت اللي كنا شفنا دابا كيقول لك كاين اللي بعد بوت كيقول لك سيل والله باي شويه وكيحيدها شويه كيتراجع علاش؟ لانه كيكشف حركه السعر ولكن واحد الوقت كيعيق بان داك الشيء ماشي هو ذاك وكيتقنيله بينما هذا الاخر اللي كيكون بعيد من السعر من السعر من هذا شويه بعيد منه شي شويه كيكون معطل كاين واحد لابسيطو معطل كيقرا السعر بعد واحد المده شويه كيقدر يديكتيه لينا راه غادي صاعد وباقي ما قالاش لينا هو تيعرفو كيدي ديك تاع عنده باقي ما لونساش لينا انه صعد واحد الشوي كيبان ليه راه قلب كيقلبوا لينا يعني هذا اللي كيكون بطيء هو اللي مزيان هو اللي سامبل هاد الاس ام اي يعني هو اللي مزيان اما بالنسبه للاو ام ا كيكون سريع هذا الفرق بين درنا بجوجهم الاو ام ا ما عندناش في 3 دي فيو هاد الانديكاتور راه بحال هما في كونفيغوراسيون فين كتخدم فيه هما راه هما اصلا هما ام ا كتخدم في كونفيغوراسيون بالنسبه لهاد لاحظتوا مع الام ا ولا الاس ام ا ولا الام ا راه هما فقط مؤشرين كيتبعوا لينا الجراف يعني كيعطونا حركه السعر واش تران صاعد واش نازل واش صاعد واش نازل غير الام ا كيكون سريع كيقدر يطيحنا في الخطا ديما نعتمدوا الاس ام ا اللي كيكون بطيء ولا نعتمدوا الام عادي الام كنديروا في 14 كنديروا الام في 14 ها هو باغ ديفو ها هو الام ا باغ ديفو موفين افيراج سامبل هذا كنديروا هنا في 14 يوم لمدة الإغلاق صافي وكيمشي لينا هذا راه مزيان هذا كافينا ملي كيكون الجراف فوق منه راه السعر طالع شتوه ملي كيكون الكرا هو الكرافت منو راه السعر نازل عند هنا ملي كيكون واحد الشوفوجمون يعني في واحد المنطقه قريبه بحال شي رانج هنا ولكن احسن ملي كيكون
على المدى الطويل كيكون فوق منه الجراف راه تراند صاعد هنا تراند هابط وهكذا. اذا الا بغينا شوفوا الا بغينا نتريديو في واحد المده طويله كنستعملوا هاد الموفين افيراج اللي كيكون عنده مده ديالو كبيره. مثلا بحال دابا حنا درنا 14 كاين اللي مثلا بحال اللي بيتريدي مثلا على 4 سوايع ولا على نهار ولا على سيمانه صحاب ستوكس وهذا يقدروا يديروا 200 لهذا. شوف كيفاش تولي الجراف. حنا هنا التريدين فيه في واحد المشكل نمشي لهنا مثلا نديرو هنا سيد هذا ياتي غير هذا هو. شوفوا معايا هنايا نديرو ليه هنا 200 شوف تو دير 200 كيفاش داير مع الشرط. يعني هنا ما كيعطيناش واحد الشكل واضح. يعني هنا راه ملي كنهضروا هنا على مده طويله يعني هنا بحال قلت لي ديروا سيمانه ولا شي حاجه. والشرط واضح نمشي لهنا وي 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 200 لا حنا كنقولوا على المدى الطويل ماشي على فهمتوا. مثلا بحال البيت اللي دي في 4 سوايع لاحظوا الجراف كيفاش داير. دابا لتحت هنا نزول هنا متدا بيزيد هنا صعود. شتو صعود مزيان كل ما بعد من الشرط كاين صعود كبير. لاحظ دخلتي من هنا وكل ما هرب من الشرط راه كاين صعود كبير. ها هو شوف الشرط فين غيطير صافي وهكا. يعني هو كيحكي لك على المدى البعيد واخا هذا النزول هذا ما يديتيكتيش لك هو واخا كيتم نازل حتى لهنا اللي كيقول لك خرج من السوق. هذا علاش؟ حيت حنا المدى البعيد يعني هنا كنداولوا في ربع سوايع ولكن اللي بغيتي تداول بالسكالبين هذا مثلا ما تفوتش فيه 14 هذا بدير فيه 14 ولا 10 كيكون لاصق في الكور. لاحظوا هو لاصق فيه. شوفوا نديروا ليه الكولور ديالو احمر باش يبان لينا الاصفر. شوف ها هو لاصق في الكور. شتو ها لاصق مع الكور. حيت انت دابا كدير سكالبين يعني في 5 دقائق ولا في ربع ساعه يعني كيعطيك بحال دابا هنا. لاحظ معايا هنا ما عرفتش واش الشرط كيبان لكم مزيان ولا لا في السكرين. كيبان هذاك الصور كيبان مع لاصق مع هذا ما كيبانش مزيان. راه دابا هنا انت دابا هنا ملي كنصغروا هذا الوقت هذه المده هذه ملي كنصغروا هذه نحطوه كاين سقف الشرط يعني كيولي تقريبا 4 دقائق كيرسدوا بسرعه. نضرب هنا مثلا انفو مثلا نفرض دخلنا في ربع ساعه مثلا في ربع ساعه ندير هنا شوفوا معايا هنا في ربع ساعه. شوفوا هنا في ربع ساعه هاد هنايا انفو هاد الشمعه تكون فيها ما طلعت خاصني ندخل صفقه شراء هنا انفو هو جا قطعها نخرج من هنا مثلا. هذا لا تم تغيير عليه بوحده هو يعني لاحظ ما يعني هو كيكون السعر ديالو قريب يعني في البلاصه كيتقلب السعر. لاحظ بحال دابا هنا هو مادام السعر تحت منه حنا السعر نازل 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 بقى نازل لان ربع ساعه بقى نازل حتى هنا غير كيتقلب كتعطيك شي عندي شي شمعة كتقطعو كتوقف شي انديكاسيون وكتشوف غير كيتقلب السعر كتخرج. هو هنا وقع يعني واحد الحركه انه بات يدخل ويخرج ما عجبك شي حاجه هنا اللي تخليه على طول انه يظهر الرينج وقع واحد اخذ ورد. ولكن هنا وضع هو عاود هنا ثاني هو عاود طلع في هذه الحاله هنا هو عاود طلع واحد شويه ما دار ربع ساعه. كل ما صغرتي تريب غادي يبان لك لاصق على الطول. ولكن الا درنا هذا الشرط هذا ديال الام اي علاش بدينا ودرنا ليه 100 غادي يكون مثلا بحالك بحال هذه يجي لها بحالك يقدر يدير لك هنا ويدير لك هنا. بحال ذاك الاخذ ورد في ربع ساعه ما يحسبوش لنا ذاك النزول والهبوط ما يحسبوش لنا. غادي يحسب لك المعدل ديال النزول والهبوط في ربع سوايع فهمتي في النهار يعني حسب انت شنو بغيتي. كنتي دير سكالبين دير غير 14 تقدر ب 14
تبي دير ربع سوايع الفوق ولا نهار ولا كذا دير 100 200 باش انت ما لانك لك خديتي تا كدول مثلا في ربع سوايع الشهر راه كيهبط وكيطلع فيك ربع سوايع راه كيطلع وتهبط يطلع وتهبط ملي كتقلب في ربع سوايع كيبان لك الشمعات كلهم غاين طالعين خضرين ولكن راه الا حللتي لساعه ولا ربع ساعه غتبقى كاين هبوط كاين صعود كاين هبوط كاين صعود يعني هذا الحساب المتداول شنو بغا كل ما بغيتي الفريم يكون صغير هذاك الام ا صغر ليها صغر ليها هذاك ديالها بالنسبه لربع ساعه بعدا ربع ساعه ديال 14 بالنسبه للتداول على المدى البعيد فوت 50 و100 و هذا بالنسبه للام ا ولا ام ا الهدف من دابا الهدف من الام ا هو كنكشفوا اتجاه السير يعني كنعرفوا السير وكنعرفوا واش انت غيتغير عندنا انت غيتغير عندنا الشهر ولا حتى ملي كنديروا لاحظوا ملي كنديروا هذا ديال الكابتور هذا الذي النف كل ما صغرنا كيلصق في السعر لاحظوا معايا هنا في تريدين فيو هو واضح لاحظوا معايا هنا ها هو لاصق في السعر هو السعر فوق منه يعني ستران طالع اين فوق كيقطع كيقطع يعني كيعطيك إشارة بأن السعر بغى يتبدل ها هو تاني ولا فوق والسعر تحت ولكن لاحظوا معايا في هذه الحالة من هنا راه معطانا الإشارة ديال أنه السعر بيتبدل تنزل الشارت من هنا لننزل شحال اللي عطانا ما يمكنش هو غادي لأن أنا قلت لكم هاد الموفين أفيراج اللي كيكون اللي عنده ذاك الرقم صغير كيكون لاصق في السعر كيعطينا أخطاء لأن الحركة ديال السعر بعض المرة كتقلب هنا ما كيعطيناش بريسي كل ما كان بعيد كيعطينا بريسي ولكن بعيد تنديرو في التردين على المستوى البعيد يعني كاين اوتر انديكاتور تستعملهم باش يعاونوك عرف السعر واش غادي يرجع ولا لا معليش ولكن الا دخلتي انت هنا في هذه الصفقه مثلا ديرها صفقه ديال اليومي راه الا دخلتي انت ديال اليومي من هنا وكميتي غادي حتى هنا عطي شحال من ديال شحال ديال النهارات من هنا لهنا يعني شوف معايا من هنا لهنا الا شلنا هنا هنا غير هنا فرجعنا هنا راه 358% هذه يعني ما كاينش اللي غادي يحل صفقه فيها تقريبا شحال هذه راه معت راه 41 بار راه 41 يوم لا بتقول شهر و10 ايام 358 هذا غادي يصبر على هذه الصفقه ولكن الناس في الاسهم وفي داك الشيء راه كيصبروا عليها تعطوا الاسهم عطروا موا فهمت شهرين داك الشيء ديال الاسهم حنا كنديروا سكالبين يعني ما خدامش لينا اننا نديروا على الشيء فقط نديروا ربع ساعه يعني كنديروا هاد الانديكاتور يكون لاصق في الشارت كل فوا كيتحرك كيعطينا غيتحرك كنظن الفكره وضحت شويه بالنسبه للرينج الا كان شي رينج راه كنلاحظوا بحال دابا هنا بحال دابا هنا الله يسمى مزيان عندنا هنا واحد الرينج شوف عندنا هنا رينج شوف هنا رينج سير كيكون كيتحرك بالزربه ما كاينش لا صعود لا هبوط هنا في هاد الحاله ملي كنجي نديتيكتيف بلاد بلاصه هنا كنلقاو فايد صعيب باش ديتيكتيو هاد هاد سميتو هاد صعيب باش ديتيكتيو هاد البلاصه هنا لاحظوا معايا من هنا شوف هنا هذا كلها تقريبا البلاصه هي صعيبه للشرط عندها كيبقى زيكزاك قريب يعني باش يكون تراند قوي يكون الشرط يكون بعاد منه كل ما بعاد من الشرط بحال هنا لاحظوا هنا كاين تباعد شفتوه هاد الخط كيبعد لينا من هاد الشهر كل ما كان تباعد راه كاين هبوط قوي ولا صعود قوي تما ما كتخافش تما عارف انه راه ملي كتدخل راه غادي الشهر راه مازال غادي كاين واحد الزخم كبير يعني غادي يدي واحد المده طويله ملي كيكون قريب ليه بزاف عرف في اي لحظه غادي نقلب السعر هذيك اشارات فقط يعني راه لي زانديكاتور غير كيعاونوك راه هذا عامات كتعاونك راه ماشي هذا من جهه هذا بالنسبه للاي ام ا والاس ام ا قلنا بالنسبه للتداول يعني على المدى البعيد كنفضل دير 200 ولا 100 غادي كاع 100 وعلى السكالبين كنديروا 14 فقط كنديروا 14 كنديروا الريغلو في 14 ونخليك يكون لاصق في السعر شويه صافي كيخدم لينا احسن وكل ما تباعدوا هذوك كل ما تباعد الشارت مع الكرا مع ذاك الكورب كيكون هبوط ولا صعود قوي وكل ما تقارب كيكون هناك احتماليه ديال الانعكاس يعني في اي لحظه قدر ينعكس غير كيبان لك قطع الكورب كيبان لك الكورب بحال دابا هنا هو كاين تباعد مزيان
هو دابا قطع الكورب اين فوق كيبان لك قطع الكورب راه غادي غيتقلب السعر فعلا ها هو دابا هذا لتحت وهذا فوق هو السعر طالع ولكن بحال في هذه الحالات راه صعيب تحدد فيها باعتماد على هذا هذا اللي كيكون لاصق في السعر بالنسبه ل حنا اصلا حيت علاش حيت حنا دايرين في سعود هذا عرفتوا علاش عرفتوا علاش ما عطيناش نتائج مزيانه هذا كل يقدر يقول لي علاش ما عطيناش نتائج مزيانة. هذا الجراف هذا لاصق عليه ولا لاصق عليه بيان تخيب لاصق عليه ولكن عرفتي علاش حيت حنا عندنا الفريم ديال الديلي راه الا بغينا الفريم الديلي يعطينا نتائج مزيان خاصنا نبعدوه منه كل ما بغيناه يعطينا نتائج مزيانة خصنا نبعدوه الا كنا بغينا نديرو سكابين نديروه مثلا في ربع ساعة نديرنا في ربع ساعة شوف هنا في ربع ساعة اللي يمكن نخدمو على ربع ساعة ربع ساعة شوف ربع ساعة هكذا دابا ربع ساعة حنا خدمنا في ربع ساعة سكابين درنا مثلا درنا لي عدد سعود درنا السعود هو لاصق فيه هذا مزيان ولكن درنا الديلي ما تعطيناش نتائج مزيان خصنا نديرو الديلي نديرو 50 ل 100 ونطلعو ملي نديرو السكالبين نقربوه ليه بزاف حيت السكالبين السعر دغيا كيرجع هذا اللي كيكون مقرب كيكون سريع بالنسبه للسعر شي حاجه فيها السعر غير كيتحرك حيت حنا ملي كنديرو 5 دقائق ولا ربع ساعه السعر غير كيتحرك كينقلب السوق لان في ديك 15 دقيقه يعني الا جمعنا غير ربعه السوايع جمع واحده ديال ربع السوايع راه كنلقاو فيها شحال من 15 دقيقه ملي كنلقاو فيها شحال التقلبات هذا من جهه ديال هاد الام ا ولا الاس ام ا نشوفوا اوتر شوفوا واحد المؤشر اخر اللي هو مؤشر نشوفوا ستوك سميتو هذه لاريساي نشوفوا لاريساي هاد لاريساي هذا ديال القوه ديال الزخام هادو كيخدموا في الزخام هادو خاصين بمؤشرات ديال الزخام الاريسايم ولا ماكدي ستوكاستيك هادي يعني ديال الميمونتو نشوفو مثلا لاريساي نشوفو هنايا في هذا اش غيعطينا هاد المشكل هاد تريدين فيورا ماشي تا لدينا عندي لاريساي لاريساي هو هادا لاريساي هو هادا نحيدو منو هاد سميتو عليه هذا ستراك لاو 14 يعني سعنا قيدوا منا داك السبارغا قيدوا منا هاد الام ا لاصق فيه نخلو غير هذاك الاخر حيت كاع عندي كل بلاتفورم كنلقى مزايدين دي سميتو مليون دي زانديكاتور كاين اللي مديفلوبون دي ديفلوبور حاطينهم تما كاين اللي بحال دابا هنا شتوهم هاد لا ريسي هاهم واحد لابدات دايرين ابديت انا مداش ليها ابديت هادي شتو لاحظوا لا ريسي كاين في شكل كتير لاحظوا انا ريسي شتوهم كل ما دون ستون دي زاري صحيح راه تاي كاندل تاي ديفيرجونس راه تاي ستوغ غير كام هادو مبرمجين كيحطوا هاد السكريبت ديالهم اللي راه تاي ديالهم كاين ليهم شي لعيبه كي اوبتيميزي فيهم شي حاجه ما باغ دي فوق نشوفوا اللي كيهمنا حنا كيهمنا فقط القيم اللي كنخدموا عليهم فهمتوا اللي كيهمنا حنا هاد لاريساي هو هذا الجراف ديالو اش كنجيو كنديروا حنا اللي كيهمنا هو هذا نديروا حنا التحليل ديالهم المكان اربع سوايع نديرو هنا اوتو دابا هاد الشارت كيكون تقريبا هذا كيكون عندنا بين من 0 حتى 100 من 0 حتى 100 وكيكون عندنا هنا من 30 حتى 70 تقريبا 30 هي جينا من 30 حتى 70 هاد لاباوند شتيها هاد لاباوند هادي فين كيتحرك هاد الكور يعني كيكون في حالة نقصو هنايا شوية يمكن نتحركو هكا نقصو لاحظو معايا في حالة إلا كان عندنا هنا فات لينا السبعين فات لينا السبعين هنا كيكون عندنا واحد التشبع شرائي تشبع شرائي يعني ملي كنكونو طالعين حتى كنشريو حتى راه كيكون طالع راه الناس كتشري ملي كيكون الكراف طالع الناس راها كتشري يعني بحال دابا هنا لاحظو معايا هنا شوف هنا الكوربا هو طالع هنا ينفو فات هاد 70 هنا شوف شوفوا هنا في هاد النقطة هادي فين تقاطع شتوها فين تقاطع مع هاد 70
كتلاحظوا تما هنا في هذه النقطه تشبع شرائي، يعني الناس صافي سالات تشري، يعني افراط في الشراء، يعني دابا السوق دائما فيه العرض وفيه الطلب، يعني فيه شراء وفيه بيع، ملي كنكثروا من الشراء 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 غتجي واحد المرحله ديال البيع والعكس، الا كنا كنبيعوا 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 واحد الوقت يجي الشراء، بحال دابا هنا الناس كتبيع كتبيع كتشري كتشري كتشري، جا واحد الوقت ها هو اشاره هنا ان تشبع بيع، وبالتالي اعطانا شوف هو بقى واحد الرانج هنا واحد شويه عاد يعني قوة يعني نزول بيع الناس كتبيع هنا نفس الطريقه وتمصاد شويه انفو كيدخل هنا كنعرفوا عندنا تشبع انفو يفوت 70 عندنا تشبع، يعني السوق راه الاشاره ديال السوق انه بينقلب، الا كان الشاط يعني طالع عرف راه غادي بواحد الوقت غادي ينزل وهكذا. مثلا كنجيو لهنا لاحظوا مثلا هنا كاين عندنا نزول ياك، شنو عندنا شراء شراء يعني الشاط نازل ها هو نازل نازل نازل، انفو وصل لينا هذه المرحله ديال 30 نخليهاش كنقولوا بانه كاين تشبع شرائي، الناس كاين افراط في الشراء، يعني غتجي المرحله ديال البيع فعلا هو السوق مقالب شتو ورا هذا الخط هذا هو دابا السوق انقلب وفعلا هو البيع تم غادي الشراء هو تم غادي هو الشراء تم غادي، وكل ما الشرط كان في الميليو في زيكزاغي غبقى كيبقى شي رانج، لكن كل ما كان تم طالع اتجاه 70 كيتم عندنا شراء كيتم نازل عندنا ثاني بيع، ولكن الافراط كيجي ملي كتجي كيقطع لنا هاد لابون الافراط البيع ملي كيقطع تحت والشراء ملي كيطلع الفوق، هذا هو الانديكاتور هذا هو الباي ساي يعني لينا بالضبط. لاحظوا هنا كيعدل على هاد الشريط، يعني كيعدل عليه عوض هذيك 30 70 كيقدر يدير 20 80 كاين فهمت ولا على حساب، لاحظتهم كلهم هنا تقريبا شوفوا هنا معايا هنايا هو كاين هنا الشراء، لاحظوا هنا في هذه النقطه بالضبط تقاطع انفو يتقاطع لينا مع الزيرو، لاحظوا انفو يتقاطع لينا مع هاد لاكس اوريزونتال ديال 70 كيوقع يعني تشبع شي بيعي شرائي اكيد عكس البيع هو هنا الشارط، واش كيبان لكم هادشي ولا ما تيبانش؟ كيبان 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 دابا الشارط، لاحظوا هنا الشارط ها هو جي هنا قلنا احنا كاين شراء الشارط ها هو كيطلع ها هو شتو ها هو الشارط طالع انفو نجي لهنا تشبع وبالتالي ها هو ضرب الفوق في الباندا، اذا السوق ها هو انقلب ها هو كاين ثاني هناك صعود وصل هنا تقريبا انفو ماشي كاع بالضبط يقدر يوصل هنا راه كاين تشبع، اما دخل هنا هاد لابوند هنا كاع الفوق كل ما زاد في الفوق في لابوند كاين تشبع كبير، يعني غتكون القوه ديال 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 البيع انت كان شي غتكون القوه ديال البيع، غير شي اللي قرب ليه شويه عرف راه ينعكس، اما ضرب هنا راه مزيان ها هو ينعكس ها هو فعلا ينعكس شتو ها شتو ها هنا ها تطلع نيشان ها هو ورد وهكذا هنا لاحظوا هذه هنا او او هكذا وهكذا كلهم هادو كاينين اشارات تدل على لاحظوا هنايا او ضربنا فيه هنا وصل ومحدو كينزل لاحظوا هنا جات هنا هو ضرب هنا يعني اين وصل هنا شنو هو شنو تشبع اش هذا تشبع بيعي يعني خاصنا ندخلو شراء او او شوفوا هنا هذا هنا البرنامج ديال الصرف لقاو داك سواه هو طالع وهكذا نزول، يعني هاد يعني هاد المنطقة هادي بالضبط فيها تشبع، يعني كدل على انعكاس ديال السعر سواء في السونس تاع التحت سواء في السونس الفوق، راه السعر هنا بينعكس كتعطيك إشارة أن السعر بينعكس، ملي كدير هاد المؤشر كتركبو عندك في شارت كتكون خدام مثلا بفيبوناتشي ولا خدام بقنوات سعرية ولا هذا وكهذا كيعطيك انديكاسيون ملي كتشوفو كيقول لك هذا البلان كيقول لك اودي هذا السعر رد البال راه باين عكس، انت كتكون عارف راه الناس وقع تشبع شرائي، الى انك انت بعض المرات الشهر كيتم طالع وانت كتدخل كتشري في الفوق غادي كيبان لك الشهر اغلبيه الدراري دابا المبتدئين اش كيديروا؟ كيبان لي الشهر غادي طالع هو تيشري كيبان لك واه العمله طالعه مزيان طلع طالعه راه كيقدر يكون تشبع شرائي راه يقدر واحد شويه غينقلب السوق انت كتشري ونقلب لك السوق، اذا خصك ترد البال هذا المؤشر اش كيقول لك؟ هذا غادي يعاونك واش تدخل ولا ما تدخلش، وصراحة ما عمر الإنسان يشري في الأخضر
يشري ديما في الاحمر، يعني ملي كيكون هبوط، يعني ملي كيكون واحد الكوريكسيون تقدر تشري باش تعاود تطلع. مداك اللي كيشري كيكون الشرط طالع و تيشري راه يقدر يتصيد. لما رد البالش لهاد هاد لي زانديكاتور ورد البال اخبار سيئه وما الى ذلك، يعني انت كاين اللي كتصدق ليه. راه شحال من مره حنا كنسكالبيو في ديك العمله اللي كتكون شي عمله جديده دايره 300% ولا دخل كتقدر تلقى فيها في واحد الدقيقه تضرب فيها واحد 100 دولار دخل في ثلاثه، ولكن بالتالي هكا تريد كبير ما تدخلش على بعلم شي قاعده اللي هي حقيقيه. واضح بالنسبه لهاد لايسا ياك ديما نمشيو مع الترند ديما نمشيو. واحد المساله اخرى شوف كيقول لك هنا كيقول لك دوك المثال كيقول لك ذا ترند از يور فريند. ديما نحاول نمشي مع الترند. راه الا كان عندي الترند طالع بحال هكا شو معايا مزيان كنقول هاد الهضره، الا كانت معايا الترند طالع ما عندي ما ندير بهاد لي زانديكاتور كلهم، ما عندك ما دير بهم. علاش؟ مرة صحاح ماشي مصحاحش، ولكن كيقول لك راه السوق كيقول لك راه انعكاس، يقدر يكون انعكاس بحال هكا واحد شويه هاو هو كاين انعكاس لكن غير عاود صعود. كيعطوني ثاني اشاره ديال انعكاس، ها هي كاين انعكاس ولكن غادي يجي صعود. انت هذه مزيانه مزيانه صحاب صحاب سكالبي، لان صحاب السكالبين في هذا الترند الصاعد هو راه ماشي غادي يصبر هذو اربع سوايع، راه ماشي هو غادي يصبر واحد النهار ولا يومين هو غادي في هذا الترند، هو راه بغى يضرب غير ديك ربع سوايع راه بيتزيد يدخل فيها اربع دخلات ولا خمسه. يعني حنا راه الى درنا الشارط الى درنا الشارط الى صغرنا الشارط على ربع ساعه، راه الى صغرنا الشارط على ربع ساعه راه هادشي غادي يختلف. هادشي توتالمون لاحظوا، يعني توتالمون غادي يختلف هاد الشارط. ها هو ديال ربع ساعه ديال ربع ساعه شتو، يعني نفس الطريقه غادي يعطينا هنا. دابا حنا كنديرو السكالبي في حد السكالبين يخصني نرد البال هادشي مزيان، غادي يعاونني بسنين لان راح نرد ليه البال بشكل كبير لانه كيعطيني انديكاسيون. دابا هنا ها انت ها هو تشبع، هنا شنو اش من تشبع هذا يقول لك تشبع تشبع باين، يعني شنو السوق باين قالب ها هو ها هي هادي. اذا هنا تبارك شي انديكاسيون دخل ها هو السوق ها هو تم طالع ها هو غادي ها جات لهنا قريبا وصلني التشبع هنا قريبا في هذه النقطه هذه شويه هنا هناك السوق تقدر هذه ما تديش عليها. انت كتشوف شي بحال دابا هنا ها هو نزل ها دابا هذا التشبع يقدر نشوف واحد شويه يضرب هنا ها السوق غادي يعاود يطلع هو هكذا اللي زائد هذا من جهه زائد كاين دوك الشموع حتى هي كتعاون شموع اش هذوك الشموع حتى هي كتعاون بحال المطرقه بحال الرجل المشنوق بحال ديك البوليش كاندل بحال هذوك الشموع راه تري امبورطون حتى هي كتعطيك شي شمعه كتعاونك كتشوف هذا الشيء وكتشوف شي شمعه كتعطيك اشاره يعني كتقول لك كتاكد ليك الكونف كدير لك واحد الكونفيرماسيون. شوفوا مثلا بحال هنا دابا بار اكزومبل نجيو لهنا شوفوا معايا هنا مثلا الصوت كيسمع مزيان الاخوان شوفوا معايا هنا بريك كاين الصوت عندي ياك صوت مزيان فوقي هنا هبوط هاو هاو هبوط هنا كاع وصلنا هنا تشبع بيعي باين كاع مزيان دخل المنطقة الخطر ها هنا لاحظوا هنايا هاو تم طالع ولكن شنو اللي أكد ليا كتقول لي هاد الشمعة هادي هادي الشمعة بحال المطرقة هادي شتو هاديك المطرقة مني كتكون شي شمعة عندي دائما مني كتكون عندي واحد الشمعة وعندي رجل تحت في الترند هابط الجيل تحت ديالو كتكون عدد لاميش كبيره ضرب الكورير جوج مرات تقريبا راه هذه كتعطيك اشاره بان السوق راه غيطلع. ها هو فعلا السوق راه غيطلع زائد هادشي هذه انا شكيت فيها ولكن اللي اكد لي اكد لي هو هذا ان فوا جديد هنا هاد النقطه هنا وتكونت لي هاد الشمعة هذا اكيد ان السوق راه غاد يعاود يطلع. هذوك الشموع راه تاكدوا لاحظوا هنا مثلا نجيو لهنا لي بوزون ما كشيتش هادشي عندي تراند هاب ياك لاحظوا هنا ها هو هذا جاي نازل وصلت المنطقة ديال تشبع بيع ضربت فيها تقريبا ولا قربت يعني ضربت فيها انا كنقول اودي السعر راه غادي ينعكس غالبا غينعكس عطاني لي انديكاتور بان السعر غينعكس. اذا شوفوا معايا هنا هاد الشمعة هادي غادي نحاول نمسح هاد الشيء شوفوا معايا هاد الشمعة هادي كبروا الشرط باش تبان لكم هادي هاد الشمعة دائما اللي هضرنا عليها ها هي شتوها هادي هي راه مطرقة هاد هي عطاتني صعود
وهكذا. يعني كاين بعض الشموع اللي كتعاونني كدير واحد الشموع كان هذيك المره واحد المره كنت هضرت لكم عليهم هذا الطلقم. هذوك الشموع اللي منهم مطرقه الرجل المسنوق المنبار هذيك الشمعه ديال الدوج اللي كتكون بحال الكليش بحال الصليب تلقيتي شي شمعه دايره بحالك بحال الصليب دايره لا كليس ولا هذا. هاد الشموع هادو هادي كتسمى دوج هادي كتعني ان السوق غادي ينعكس سواء بوزيتيف سواء نيجاتيف ما كاينش تحكم عليه. المهم اشاره ديال ان هناك انعكاس في السوق رد البال كتقول لك رد البال. الشمعه الا جاتنا كان الترند هابط وجاتنا واحد المطرقه الشمعه شنو هي المطرقه هي بحال المطرقه كتكون عندها هذه الكبيره وهذا المش كيكون صغير ولا ما كيكونش هذا وهذا كيكون طويل كيكون تقريبا الطول ديالو كيساوي جوج مرات هذا الكور هذا العرض ديال الكور ديالو هذه عرفها الترند غيطلع. والعكس الى جانا الرجل المشنوق كان هذا الترند صاعد جاتنا بحال واحد المطرقه بحال هذه ولكن كتسمى الرجل المشنوق بحال المطرقه هنا غير بحال هكا الرجل المشنوق هذا شي واحد مغلق انت واحد شي واحد بين طاحر معلق شي اللي جالو لك هاد القضيه اسمه الرجل المشنوق. يعني ملي كيجي في القمه الترند كيكون صافي كيجي في القمه هذا الترند بينزل عرفوا راه بينزل هذه اشاره او العكس إذا كان عندنا ثاني التران صاعد ها وجانا الشمعه دايره بحال هكا قلوب بحال هكا عرفت ان التران راه غادي هذه دليل على ان السوق راه غادي ينقلب. هادو اشارات كيعاونوك في في الخط اللي كتشوف في هذاك الشارت كيعطوك ومع هاد لي زانديكاسيون ديال هاد لي زانديكاتور راه ماشي كلشي غتخدم به ما خدمها داك اللي كترتاح ليه بحال ريس اي ولا بحال ماك دي ولا شي واحد تعاون به وقدم بالشارط هذا ديال الترند واحد كيكون تابعك الترند وواحد في هادو ساهل قول فيبوناتشي زعوم المقاومات كتاكد مني كيتاكدوا لك كامل في واحد النقطه كتكون شيئا ما مطمئن باش كيبقى دائما كيبقى نسبي ولكن نسبه النجاح ديالو واحد 80% تقريبا لان السوق ما يقدرش يتحكم فيه شي حاجه. كنظن هاد لاريس اي واضح ياك هاد لاريس نفس الشكل بالنسبه للستوكاستيك حيدوا هاد الريساي ونمشيو للستوكاستيك حتى هو نفس الشكل حتى هو مؤشرات ديال الزخان نمشيو للستوكاستيك حتى هو نجبدوه ها هو ستوكاستيك 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 ها هو ستوكاستيك ها هو ستوكاستيك ها هو ستوكاستيك. هادو كيكونوا فيه جوج خطوط هو كيكون محصور بين 20 و 80 هذاك بين 30 و 70 هذا بين 20 و 80 هذا فيه هذا فيه شحويجات غير خاصنا نعرفوا واحد المساله هذا ملي كندخل لهاد ستوكاستيك الا شلنا هنا الكونفيغوراسيون ديالو كان خط زرق وخط ليمون ياك لاحظوا معي. المهم قبل هاد الخط الزرق اللي كان الفوق راه صعود كان تحت راه هبوط واضح ها هو صعود ترند صاعد كيف هكا لاحظوا هنا خط الزرق طالع الفوق ها هو صعود خط الاحمر الفوق راه نزول لكن حتى هو كنخدمو بنفس الطريقه ان فوق يدخل هاد لابوند ديال 80 راه تشبع اللي هو شرائي وغادي تعاود تقلب البيع نفس الطريقه هنا يدخل هاد لامارج تشبع بيعي كيتقلب سوق. لكن ردوا البال هنا في واحد المساله هنا في الكونفيغوراسيون ديالهم كاين هاد الخط الزرق اللي هو كافي المية هو هذا اصلا هذا السريع كيكون هذا لاصق للبرايس انا قلت يتابع للبرايس كيعطيني الحقيقه ديال البرايس ديال البري وهذا الدي في المية كيعطينا تقريبا سينيال هذا السينيال تقريبا هو الماكدي الدي الليموني هو الماكدي هو الماكدي هذا كيكون هو الدي هو السينيال والاخر كيكون هو لاباز هو الجراف الاخر كان تعمد عليه هو السعر وهذا غير سينيال هذا كيجي هو الاول اللي كيتبعوا هذا مثلا لاحظ معايا شوفوا معايا هنا دابا نديروا التيست ديالنا في هذا الجراف نجمعوه شويه نمشوا لهنا الجراف سي بون هنا مثلا دخلنا لهنا شوفوا هنا كيبان لنا كلير هنايا شوفوا هنا في هذه النقطه في هذه النقطه لاحظوا تما هذاك الاحمر فوق الزرق ها كاين هبوط كاين هبوط كاين هبوط كاين هبوط كاين هبوط
من تشبع او بيع واحد شويه عاود ثاني تقلب الشهر نطلعوا هذا الفوق شويه هنا كاين بحال واحد التقاطعات اللي ما مي فوا كتكون واحد التقاطعات بيناتهم بزاف التقاطعات كتعطينا دليل على انه يكون هناك اشاره ديال انعكاس السعر ملي كيكونوا تقاطعات اشاره ديال انعكاس السعر هو اصلا كاين في التشبع بيعي اكيد راه غادي يكون انقلاب ديال السعر غير هو ملي كيعطيك ما كتقدرش تقول لك راه اشاره ديال انعكاس حنا راه في حاله ديال اشاره انعكاس مادام حنا كاين في هاد لابون راه حنا في حاله ديال اشاره انعكاس لاحظوا هو تقلب السعر هاو كاين فوا خرج من هاد المنطقه هو طلع على هو السعر هو طالع وهكذا معرفتش هو دابا الان فوق هاد الزرق فوق حنا جا لهنا في الطريقه هنا مني كيكون عندنا هاد نديرو في فريم ديال ربع ساعة يكون أحسن يكون كلير كل ما بعدنا الشرط هكذا جريناه بليتينا هكا كل ما دوك الخطوط تبعدو لينا هما كنلعبوا في هذه النسبه ديالهم هذه الريغلو باش تفرقوا لنا مزيان لاحظوا هنايا دائما هذا الفوق ها هو اذا هو تكروز مع واحد شويه يعني كاين واحد هو ولا فوق منه واحد شويه يعني تعليه هذا تنشوفوا شي كونفيرماسيون مادام نرى ما نخلوها تمشي هي او الطفى انه هو دابا التراند طالع شتو ها هو باين طلع من هنا تقريبا اوكي كاين جوج حالات عندنا هنا بسيط خفيف ها هو ما تدوش عليه لا شرط او عاود تنطلع هنا كاين تشبع او غادي عاود ينزل هنا هنا او ثاني او الشرطه من هنا نازل كاين تصحيح شويه ولكن معليش هو نزل تقريبا هو نازل من هنا من هنا جيت تشوف راه نازل من هنا حتى لهنا او صافي جا العام ديال الشاطر نازل او تعافى واحد شويه هنا وبقى لينا في هذا الرانج هذا ما نقدرش نحكموا عليه دابا توصل هنا دابا يتعاكس دابا نعرفوا السوق واش غادي ينعكس ولا لا واش غادي يطلع صعود ينعكس ولا لا حد باقي هنا باقي في رانج لاحظتوا هذا من جهه تقريبا لاحظتوا بالنسبه للرئيس اي راه بقالو بقى ستوكاستيك بحال هذاك عندي 73 هذا عنده 20 80 عندك شرط واحد هذا عنده جوج كوربات واحد ديال السينيال هذاك مر ديال السينيال وهذا هو الحقيقي ديال الشرط يكون هذا الفوق راه كيكون صعود كيكون تحت كيكون نزول ملي كيدخل هذه المنطقه راه يعني تشبع هي وهذه المنطقه يعني السوق اكيد تكون اشاره ديال السوق راه غادي ينعكس كنمشيو للمؤشر اخر اللي هو مؤشر ديال الماكد المؤشر ديال الماكد راه تيخدموا به مزيان هو كيعتمدوا عليه لان القوه ديالو هذا الماكد هو نحاول نجيبوه هذا الماكد موفين افيراج كونفيرز ديفير هو هذا موفين افيراج كونفيرزونج ديفير هو هذا الماكري هذا الماكري كيتكون عندنا من هذا الماكري كيتكون عندنا من هاد الجراف من هاد جوج لي جراف هاهما كتشوفوهم ومن هاد الهيستوغرام هاد الأعمدة كاين فوا كنشوف هاد الزرق هو الماكدي وهاد الأحمر هو السينيال يعني بحال هو مناش مكون هذا راه مكون غير الـ EMA والـ SMA هاد الأحمر هو الـ SMA وهاد الزرق هو الـ EMA كيعطونا الصوم ديالهم كيعطونا الماكدي مع هاد الهيستوغرام دابا هاد الهيستوغرام هذا لاحظوا فاش كيكون فوق الزيرو يكون هناك شوفوا نديرو هنا ديرو ديلي نقصوا هاد الشاط ويكون داك الشيء كلير هاكا باش نعطو ديلي حنا هادوك كيف على حساب سميتو هادي لاحظوا هنايا شوفوا هنا ديلي لاحظوا الوقت فاش كيكون عندنا هاد الهيستوغرام هذا اول حاجه هاد الهيستوغرام اللي كيكون عندنا فوق الزيرو راه كيكون عندنا
صعود ترند صاعد. في نفس الوقت يكون عندنا هذا الزرق فوق الاحمر. الى جينا نشوفوا هنا نشوفوا الفيريفو فعلا هادشي اللي قلت لكم واش هو هذا ولا لا. شوفوا معايا هنايا، شوف هاد البارتي هادي من هنا لهنا، كتلاحظوا هادي زوستوغرام كلهم فوق الزيرو. ها هو الزيرو هو الخط نيشان، هادو كلهم فوق الزيرو. لاحظوا هاد الزرق راه فوق الاحمر، شتو هذا؟ يعني هنا اكيد راه عندنا تراند صاعد. لاحظوا من هنا الى درنا المسطرة هادي، درنا هاد المسطرة هادي، ها هو لاحظوا من هنا راهو من هنا لهنا، هاهو كله تراند صح، كله هذا تراند، كله تراند صح، هذا من هنا كله تراند صح، تقريبا من هنا بلا تراند صح، هاهو باي. شوفوا العكس، نشوفوا هذه الحالة هذه اللي عندنا هذه، كما قلت لكم خاص هذوك الخطوط يكونوا الهيستوغرام يكون تحت الصفر. لاحظوا هنا، شوفوا هنا الخطوط عندي هنا هادو تحت الصفر، وهاد الليموني فوق الزرق من هنا لهنا، من هاد التقاطع حتى لهنايا تراند صاعد بلا ما شتي انا في الكرف. لاحظوا نيشان، شوف من تما راه عندنا اشاره ديال تراند صاعد حتى لهنا، وهكذا. إذا لاحظنا هنا قبل هنا كان عندنا تراند صاعد، هاو زرق فوق الحمر، هنا هادو الخطوط هادو يكونوا فوق الزيرو، لان عندي انا قلت هادي ديال في واحد المشكل ديال الرياض يعطيك الشارت كومبلي. نشوفوا الفيريفيو ثاني، هذا ما كيهمنيش انا، ما كيهمنيش انا الخط الزرق والاحمر تحت الزيرو، ما كيهمونيش، كيهمني فوق بعضياتهم. اللي كيهمني فوق الزيرو هو هذا الانستغرام. لاحظوا معايا هنا من هذه النقطه هذه اللي شفت ليها، لاحظوا هذاك ها هو غير نجي نازل ها هو. شوفوا معايا الانستغرام هو تحت الزيرو، تحت الزيرو 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 تحت الزيرو. لاحظوا الفريف ها هو الليموني دائما كيبقى تحت فوق الزرق، براند راه هابط. كنظن هاد الماك دي فهمتوا حتى هو الانديكاتور ديالو شنو كيعني. بقالو بحال لو سي داك بقالو بحال لا ريس اي استوكاستيك. غير واحد النقطه اللي غنهضروا عليها هما غير التقاطعات. التقاطعات ان فوق يولي تقاطعات كنعرف هناك الحركيه ديال السير رد البير هناك بيعطوني ديال اتجاه غير اتجاه. ملي كيتقاطعوا هاد الجوج هادو فهو كيتغير الاتجاه. غير هاد الاعمده هادو، هاد الاعمده اللي كيكونوا هنا اذا كانوا الاعمده طوال بزاف نعرف راه عندي هبوط قوي، هادو صعود قوي وهادو راه هبوط قوي هنا. لاحظوا هاد الاعمده هاد شتو ها كثار بزاف، هادو هابطين يعني هبوط قوي جدا. علاش؟ هاد الانستغرام كبير طويل، ها شوف هبوط قوي. انت مره الا درت هاد الجراف كتجبدتو مزيان غادي يبانوا لينا كاين هبوط جد قوي. شوف انا لهنا شنو هو هاد الاعمده، ها هو زيد الهبوط كيكبر، ها هو الهبوط زيد وكينقص. اذا ها هو هاد نفس الطريقه كيما عندنا الاعمده كيبان كبار سواء قدرين فوق من الصفر زيدين كيكبروا يعني راه كاين صعود قوي ولا هبوط قوي. الا كان لاحظوا بحال هنا هاد الاعمده الا كان عندنا غير شويه مثلا بحال دابا هنا هاد الصعود ديال هاد الشويه هادو صعود خفيف ها هو ماشي بزاف، ولا هنا هبوط اللي شويه خفيف ماشي بزاف. يعني كلما كانوا الاعمده اللونغور ديالهم طويل زيدوا كيطوال عرف راه قوة ديال الصعود زايده وكتكبر. بحال دابا هنا شوفوا معايا دابا هنا هنا بشكل واضح الا شلنا في هاد الكراف هنا في هاد البلاصه هادي 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 اش كيبان لينا؟ الاعمده فوق صفر يعني كاين تراند صاعد والاعمده زايده وكتطلع يعني الصعود زايد وكيطلع كيقوى هاهي الزخم زايد وكيطلع وهكذا. نفس الطريقه هنا نفس الطريقه لاحظوا معي هنا الزخم هنا زايد وكيهبط بشويه بشويه كيتناقص هبوط متناقص ها هو هبوط متناقص. راه ملي كيكون هبوط متناقص يعني راه هناك هذاك دليل على ان هناك انقلاب حركه ديال انقلاب السعر، ان ملي كيتنضك الجلد كيبدا كينقص يعني كيفراني. اش غادي يوقع؟ يعني غير اما غادي يمشي فرانج ويقلب يقلب السعر ولا يكمل عليه. ها هو ها هو دابا جا نزل ها هو مادام الهبوط زايد في التناقص ها هو هبط بحال قلتي الجهد ديال الهبوط بدا كيتقش شويه بشويه بشويه ها هو عرك لينا هنايا
عند هذه المقاومة هي شتوها الدعم هذا، الدعم هذا وقف عنده أو بقاتي في رانش. شو دوك السوق شنو غادي يقول لنا الحساب نتراسي وهذوك ما عرفوا شنو مؤشرات أخرى يعني نديروا في بوناتشي ديالنا ونشوفوا. هذا من جهة. كاين واحد النقطة أخرى اللي بنهضر عليها وهي هي الديفيرجونس. هاد الديفيرجونس غادي نهضروا عليها بشكل مفصل شي حلقة أخرى اللي مع الفيبوناتشي وهذا، لأن الديفيرجونس هي كتخدم على الماكدي، كتخدم كاع مع المؤشرات ديال الزخم، كتخدم على ريساي وكتخدم على الماكدي وكتخدم على ستوكاستيك. نعطيكم مثال، علاش ندير واحد المثال بسيط. الديفيرجونس هو التباعد، يعني الاختلاف، كيكونوا القيعان ديال الشارط طالعين وفي الماكدي كيكونوا نازلين، كنعرف ان السعر راه يقلب. نعطيكم واحد بليت اكزامبل من بعد ندير منين بغيو نخدموا في البراتيك ديالنا شي حصه على هذا الشيء ديال، لكن نديروا عليها شي تيبي. نشوفوا مثلا هنا هنايا، شوفوا في هذه الحاله اللي قلت لكم نديروا شي تاكيد عليها. شوف في الجراف كتحقق هذه القضيه وصولا في ربع سوايع. شوفوا صورة هنا في ربع ساعة. شوفوا هالشيء هنا هو. هذا بنجروه. نديرو بيه هناك. صافي. أزيد شارط مزيان. شوف هنا كتسمعني حيت دابا درنا بزاف ديال هادو ديال شنو كيتسمى نقدروا ناخذوا مثلا غير شي جوج ولا ثلاثه اللي نقدروا نقولوا للدراري اللي اعتمدوا عليهم مزيان. انا نقول لكم داكشي حيت شي ما عندنا ما نديروا بيتنا كامل، حنا غير فرق عليه تعرفوا وصا باش ما يتخربقوش الدراري، حتى باقي لها بزاف ديال الانفورماسيون. ايه ما عندهم ما يديروا بهذا الشيء، انا مترافق معك الشيء كاع ما عندهم ما يديروا به. نقدروا معايا شوفوا السوق ديالك كيمشي دابا. دابا شوفوا معايا، دابا شوفوا معايا هنا في الجراف هاد الشارك. شوفوا هاد القيم، هاد شوفوا معايا هاد القاع، هاد القاع تحت من هاد القاع، القاع تحت من هاد القاع، يعني كاين نزول. متفقين معايا؟ الصوت كيتقطع شوية. دابا مزيان؟ دابا مزيان. شوف قلت لكم هاد القاع دابا هنا في الشارط عندنا، هنا عندنا التراند نازل، تلاحظوا هنا من هنا لهنا دابا حاليا التراند جاي نازل حتى لهنا. هنا دابا الشارط عندنا هو هاك، هنا دابا في البوزيسيون غيال في الوقت الزمني ديالنا حاصل هنا. هادشي ما عندناش، فارقين؟ هادشي ما تنعرفوش، عندنا فقط هنا الشارط ها هو نازل، جينا هنا كونت لي هاد القمة، جا واحد صحيح تكونت لي هاد القمة، يعني عندي هنا واحد النزول من هاد القمة لهاد القمة، عندي واحد النزول شتو هذا نزول، متفقين؟ هاد الشرط راه باقي ما كنعرفوش، راه بحال بنبينو كيفاش غادي يكون. شوفوا هنا عندي اش كيقول لي ديفيرج، اش كيقول لي الماكدي، هاد القمة ديالو هادي، القمة ديال الاخر كبر منه، يعني كيقول لي كاين صعود، يقول لي كاين صعود، يعني هادي إشارة، هذا نازل هذا هابط، هادي إشارة بأن السوق بيتقلب. هاد الشيء باقي ما كاينش عندي، هاد الشيء فهمتوا؟ راه هاد الشيء ما كاينش عندي، راه من هنا لهنا الشيء راه ما عنديش. دابا راه حدني عندي الخط صفر هنا، شارجي عندي هنا، فانا دابا حاليا يلا كونوا هاد الشيء، هاد الشيء اللي على اليسار بانت لي هاد القمه صغر من هادي، انا رسمت واحد الخط بالي هابط، القمه ديال الماكدي هادي، هادي الاخرى كبر منها، يعني كاين اختلاف بين الماكدي مع هذا، يعني هذا دليل على ان السوق راه اوتوماتيكمون غيطلع، كيعطيني اشاره فعلا ان السوق هذا هو الديفيرجونس، السوق يطلع، هو فعلا طلع
وهو فعلا تاكد ليا بالماكدي وهو تاكد ليا بهذا الهيستوغرام. فهمتوا هذه الحاله هذه ديال كيفاش كنبرهن على على بالديفيرجونس، خاصها التطبيق ديالها اكثر باش تكون واضحه، التطبيق كامل اكثر باش تكون واضحه. نظن هنايا